كان في يعني الفيلم ده فيلم نقدر نقول عليه عنوان جيل اللي هو بجد كان بينام وحاطط الوسادة الخالية واسمر يا اسمراني. اه مين قسك عليا؟ مش كده مين قسك عليا؟ ده بالنسبه ده بالنسبه للافلام المصريه. ايوه الافلام الاجنبيه بقى سنجام. سنجام الفيلم الهندي كان فيه سنجام وسراج، واضح ان احنا جيل واحد. جيل الشباب كان فيه الاغنيه بتاعت هما يحبوا بعض. هما يحبوا بعض. سعاده النقيب، حضرتك رحت درست في كليه التجاره والدكتور حلمي نمرها، قال لك احنا عايزينك ما تمشيش، وبعدين درست في معهد الفنون المسرحيه. ايه العلاقه بين المحاسبه او والارقام اللي هي مجرده وما فيهاش اي افاق ولا مشاعر وبين الفن كيف توائمت المعادله دي؟ انا مش هقول لك بقى المحاسبه فن والارقام فن. لا ما تقوليش. انا خدت بكالوريوس تجاره عشان خاطر عيون مسرح كليه التجاره. مسرح كليه التجاره. يعني انا كملت في الكليه عشان خاطر عيون مسرح كليه التجاره. اللي بعتبر ده اعتراف ده طبعا. طبعا لان مسرح كليه التجاره ده جزء من مني برضو، ومش مني لوحدي، من اجيال عظيمه اجيال كبيره. كنتوا بتخشوا بقى مسابقات الجامعه على مستوى طبعًا. جامعه القاهره طبعًا. والجامعات على الجامعات كل حاجه واتعرفنا على بعض. خلي بالك احنا لما كبرنا دلوقتي يعني احنا عارفين بعض من واحنا طلبه. تقول. لا من واحنا طلبه. اي من واحنا يعني طلبه. بعض من كام سنه عارفين بعض من واحنا طلبه. ايوه وشباب دخلوا علينا كانوا صغيرين بقوا كبار دلوقتي وبقوا مهمين وبقوا نجوم. فمسرح الجامعه برضو ملف مهم قوي ودور مهم قوي. يعني الاهتمام بالمدارس، مسرح يعني المدرسة في المدارس بالزبط. ثم مسرح الجامعه طبعا. كل ده بيعيد تهذيب المجتمع، يرقي مشاعره. اضمن لك مجتمع. تضمن لي مجتمع كويس.